الحقيقة الموضوع دائما على الشخصية وأنماط الشخصية وأنواع الشخصية، يظل دائما هو موضوع مرتبط بشكل أكبر بتمثلات اجتماعية ربما تسود داخل المجتمع وبين الأمور اللي هي علمية ودقيقة ومرتبطة ب، ما غنقولوش سواء أو لا سواء، وإنما غنقولوا المنطق المرتبط بما هو مرضي وما هو يعني فيه نوع من الاضطراب. لأن عندما نتكلم عن الشخصية الانطوائية الأمر يختلف تماما عندما نتكلم مثلا عن اضطراب الشخصية الانطوائية أو المعادية للمجتمع أو لانتي سوسيال، إذا الأمر يختلف تماما. الشخصية الانطوائية عموما علم النفس دائما يعرفها على أنه عندما يصل الإنسان منذ بداية ما بعد مرحلة الطفولة، يعني بداية وضوح نمط الشخصية في الإنسان، على أنه كيكون عنده واحد الميل لذاته ولأفكاره ولمشاعره، وهذا الميل كيخليه أنه يكون عنده واحد الانعزال وواحد الابتعاد عن الآخر. و دائما الشخصية الانطوائية هي بطبعها شخصية هادئة جدا، وليست دائما الشخصية الانطوائية هي الشخصية الخجولة، لأن الشخصية الخجولة الخجول هو اللي كيكون عنده واحد إحساس بالتوتر وبالضغط عندما يكون برفقة الناس وحده الناس، بينما الشخصية الانطوائية هو لا يشعر بالتوتر ولا يشعر بالخوف وما كيكونش عنده كبت للمشاعر، وإنما هو وخا الناس حداه ومعاه وكاينين حداه وكيشعر بال يعني بالحب وبالعلاقة الطيبة معه، ولكن هو يكتفي بنفسه، هو شخص يعني يستمتع ربما بشكل أكبر مع نفسه ومع ذاته وبهدوئه وبكاريزما ديال الشخصية دياله. إذن صراحة الشخصية الانطوائية هي واحد الشخصية اللي في كثير من الأحيان يتم اتهامها دائما بأنها شخصية أنانية أو شخصية اللي كتفكر غير في راسها، وهذا ماشي صحيح، هذا بعيد كل بعد على الشخصية الانطوائية. الشخصية الانطوائية هي شخصية محبة للناس اللي معاه ويحترمهم ويتعامل مع الآخر، ولكن هو عكس الشخصية المنفتحة. نعرفوا بأن هذا لا بيرسوناليتي انتروفيرتي واكستروفيرتي هي واحد النظرية اللي جات مع العالم السويسري كارل يونغ، هو اللي أعطاه هذا الاصطلاح ديال الشخصية التي هي منفتحة والشخصية المنطوية على نفسها. إذن الشخصية الانطوائية أو الشخص المنطوي على نفسه هو ليس بالشخصية المرضية، هو إنسان لا يؤذي الآخر، هو إنسان يحاول ما أمكن أن يستمتع مع ذاته. يعني عنده إيجابيات كثيرة هذه الشخصية هذه اللي كيسمع لذاته، ولكن الإشكال اللي كيكون دائما عنده هي الصعوبات اللي كتكون عنده في أن يعني أن يكون منفتح في أوساط مثلا مهنية ولا دراسية، ستوجد بأنه دائما عنده صعوبات.